بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 28 بعد 120. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، مرحبين بضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. بارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا اللقاء. بداية حفظكم الله، هذا الأخ أبو عبد الرحمن من جدة يقول حفظكم الله، بودنا أن تتحدثوا عن الزكاة وعن أهمية الزكاة وعن شروطها، حيث أن هناك أناس لم يطلعوا على أهمية هذه الزكاة وهم في جهل منها، فما هو توجيهكم خاصة من الشباب الذي لم يتفقه في الدين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل، وهي فريضة على الأغنياء في أموالهم حقا للفقراء. قال الله جل وعلا: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين، إلى آخر الآية. فهي حق مفروض، ليست تبرعا، وإنما هي مفروض وركن من أركان الإسلام. من جحد وجوبها كفر، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. ومن بخل بها مع اعترافه بوجوبها فإنها تؤخذ منه قهرا، ولو أدى ذلك إلى مقاتلته إذا كان عنده شوكة وقوة ومنعه فإنه يقاتل. لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قاتل مانع الزكاة وقال: لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا، وفي رواية عقالا، كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. والزكاة أوجبها الله في أموال الأغنياء، وذلك بشروط. الشرط الأول كما هو معلوم الإسلام، فلا تؤخذ الزكاة من كافر. والشرط الثاني ملك النصاب، والنصاب يختلف باختلاف الأموال، فالنقود لها نصاب، والحبوب والثمار لها نصاب، والإبل لها نصاب، والغنم لها النصاب، والبقر لها نصاب. النصاب يختلف باختلاف الأموال، فملك النصاب شرط لوجوب الزكاة، وكذلك يشترط لوجوبها تمام الحول، قوله صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وذلك في غير المعشرات، الحبوب والثمار، فهذه تخرج عند الحصول عليها، عند الحصول عليها من الزرع ومن الثمر، جذاذ النخل والأعناب، وكذلك حصاد الزروع. قال تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. فوقت زكاة الحبوب والثمار حين الاستيلاء عليها بعد نضجها وصلاحها، فهي فريضة حتمية على كل مسلم يملك النصاب من أي نوع من أنواع المال، يجب عليه أن يؤديها، لا على أنها تبرع، وإنما على أنها فريضة وركن من أركان الإسلام. وإن سميت صدقة فهي فريضة، صدقة مفروضة واجبة. نعم، أحسن الله إليكم. من هم أهل الزكاة حفظكم الله؟ المذكورون في الآية التي تلوناها قريبا بقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، الله عليم حكيم. هذه ثمانية أصناف حصر الله الزكاة فيها. أهل الزكاة هم المذكورون في هذه الآية الكريمة، لا يجوز دفعها إلى غيرهم. نعم. وهل تدفع لغير المسلم لتأليف قلبه؟ مؤلفة قلوبهم، وهذا من اختصاص الإمام، الذي يدفع الزكاة للمؤلفة قلوبهم هو الإمام، إمام المسلمين. والمؤلفة أنواع، تعطى المؤمن ضعيف الإيمان ليقوى إيمانه بذلك، وتعطى للكافر
للذي يطمع في إسلامه، وتعطى للكافر الذي يراد كف شره عن المسلمين ولو لم يرجى إسلامه لكف شره عن المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. هذا المستمع سلمان من مزاحمية يقول: توفي والدي وأحب أن أعمل له صدقة جارية يستفيد منها، ما هي أفضل صدقة جارية للمتوفى؟ أفضل صدقة جارية الصدقة الثابتة في عقار أو في شجر أو في شيء يستمر نفعه، تؤخذ غلته وتصرف في سبيل الخير، يشتري مثلا عقارا، إما مباني سكنية وإما مزارع وأشجار، ويوقفها على الميت. نعم. سؤاله الآخر يقول: السرقة آفة من الآفات، وهي تعد من التعدي على حقوق الغير والاعتداء عليها، ما خطورتها على الفرد والمجتمع؟ نعم، السرقة جريمة وكبيرة من كبائر الذنوب، قد رتب الله عليها حدا صارما، قال سبحانه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذا هو حد السرقة، هو حد صارم صيانة للأموال، والسرقة هي أخذ المال من حرزه خفية، هذه هي السرقة. نعم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى أحد الأخوة يسأل، يقول: عندنا الكثير من الناس يحلفون بغير الله، مثلا يقولون وحياة النبي محمد أو حياة عيسى أو موسى عليهم الصلاة والسلام أو حياة القرآن أو حياة قبر أبي أو أقسم بشرفي، أفيدونا بالحكم الشرعي جزاكم الله خيرا. الحلف لا تجوز إلا بالله أو صفة من صفاته، والحلف بالقرآن أو بسورة أو بآية من القرآن جائز، لأنه من كلام الله وكلامه صفة من صفاته سبحانه وتعالى. وأما الحلف بالآباء أو بالأجداد أو بالنبي أو بالأولياء أو بأي مخلوق، هذا الشرك، كما قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، والحديث في الصحيح، لكنه شرك أصغر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. الحلف لا تجوز إلا بالله عز وجل أو بصفة من صفاته أو اسم من أسمائه سبحانه وتعالى. نعم. أو أقسم بشرفي، يقول هذا مخلوق، لا يجوز الأقسام بالشرف ولا بالحياة، حياة فلان، أما حياة الله صفة من صفاته سبحانه، لكن حياة المخلوق لا يجوز الحلف بها. نعم. سؤاله الآخر يسأل عن حكم من صلى أو أدى أي عبادة من العبادات وبيده تميمة. تميمة تختلف، إذا كانت يعتقد فيها أنها تنفع وتدفع الضر عنه، هذا الشرك، شرك بالله عز وجل، شرك أكبر. وإن كان لا يعتقد فيها، يظن أنها سبب، إنما هي مجرد سبب لدفع البلاء أو رفعه، فهي محرمة، هذا الشرك أصغر، عليه أن يزيلها. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في يده خيط، عقد على يده خيطا، فقال: ما هذا؟ قال: من الحمى. قال: من الواهنة. قال: من الواهنة، يعني الحمى. قال صلى الله عليه وسلم: انزعها، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لأن الذي يدفع الضر ويجلب الخير هو الله سبحانه وتعالى. وهذه التميمة ليست سببا من الأسباب، بل هي إما شرك وإما وسيلة من وسائل الشرك. ورأى ابن مسعود رضي الله عنه خيطا على رجل فقطعه، وقال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، إلا على أن هذا شرك الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. انتقل إلى السائل آخر يقول: أنا أقرأ القرآن الكريم ولله الحمد، ولكنني أهدي هذه القراءة للرسول صلى الله عليه وسلم ولغيره من أقاربي، فما حكم ذلك؟ يا أخي، قراءة القرآن لا يهدى ثوابها لأحد، لا للرسول ولا لغيره، ثوابها للقاري التالي، لأنه لم يرد دليل على أن قراءة القرآن يهدى أجرها لغير القاري، ما فيه دليل على ذلك. هي ليست من القرب التي تهدى، مثل الصدقة، مثل الحج والعمرة، الدعاء، لا، ما ورد فيها دليل. والأصل أن عمل الإنسان له خاص، قال تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، سعيه له، إلا ما ورد الدليل بجواز إهدائه لغيره، مثل هذه الأمور الثلاثة التي ذكرناها. والنبي بالذات عليه الصلاة والسلام لا يهدى إليه شيء، حتى من الأعمال التي ورد أنها تهدى لا تهدى للرسول، لأن الرسول له من الأجر مثل أجر العامل، لأنه هو الذي دل الأمة على الأعمال الصالحة، فله من الأجر مثل أجور أمته، وليس بحاجة إلى أن يهدى
إليه ثواب شيء. نعم. أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر يقول: نقرأ في القرآن الكريم آيات أمر ونهي للمصطفى صلى الله عليه وسلم ولأهل بيته، هل يكون موجه إلينا جميعا؟ نعم، الأصل في الأمر الموجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو النهي الموجه للرسول أنه لأمته أيضا، له ولأمته، إلا ما دل الدليل على أنه خاص به صلى الله عليه وسلم، وإلا فالأصل أن الأوامر والنواهي في الكتاب والسنة أنها عامة لجميع الأمة. نعم. أحسن الله إليكم. سؤاله الأخير يقول: هل يجب أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم كلما مر القارئ ومر ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، أم أن ذلك سنة؟ لا، هذا عند ذكره، هذا من المواطن التي تجب الصلاة عليه فيها عند ذكره صلى الله عليه وسلم. في الحديث: نعم، رغم أنف ثم رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصلي عليك. قال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليك. نعم. هل هناك أوقات مفضلة لذكر الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاة عليك، يوم الجمعة مثلا؟ إذا مر ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في الأذان أو في الإقامة أو في القرآن أو في الحديث فإنه يصلى عليه، من سمع ذكره إنه يصلي عليه. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نعم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى إحدى الأخوات السائلة، أم إبراهيم، تقول: ما هو الحسد المذموم؟ حيث أني أريد التوبة إلى الله عز وجل من صفة الحسد، وأحاول التخلص من هذه الصفة قدر الاستطاعة، ولكن الشيطان يزين لي ذلك في كثير من الأحيان ولا أستطيع، ثم أعود لما كنت عليه، فما توجيهكم؟ بارك الله فيكم. الحسد المذموم، والذي هو كبيرة من كبائر الذنوب، والذي يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب كما في الحديث، هو تمني زوال النعمة عن المنعم عليه، هذا هو الحسد المذموم، والحسد الذي هو كبيرة من كبائر الذنوب. والحسد حمل إبليس على الكفر بالله عز وجل حينما أمر الله جل وعلا بالسجود لآدم، فسجد الملائكة عليهم السلام كلهم إلا إبليس استكبر وحسد آدم عليه السلام، وكذلك حسد أحد ابني آدم أخاه فقتله، حمله الأسد الحسد على قتل أخيه. وكذلك الحسد من صفات اليهود، لأنهم حسدوا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، وحسدوا هذه الأمة على ما آتاها الله من الخير على يد هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. الحسد صفة مذمومة كبيرة من كبائر الذنوب، وهي كراهية النعمة على المنعم عليهم من عباد الله والتمني زوالها عنهم، هذا هو الحسد المذموم. وعلى من وجد في نفسه شيء أن يتوب إلى الله ويستغفر، وأن يدعو بالبركة، يدعو بالبركة والخير للمنعم عليه، وأن يسأل الله عز وجل أن يعطيه كما أعطى هذا الغير. قالت جل وعلا: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. نعم. وهل العين من الحسد؟ نعم، العين من الحسد، ومن شر حاسد إذا حسد. فالعين نتيجة للحسد، فالعين يرى النعمة على الغير فيصيبه بعينه أو بقلبه ونفسه، فالحسد العين من الحسد، بل هي أشد أنواع الحسد. نعم. ومن ابتلي بالعين كيف يتخلص منها؟ يدعو بالبركة لمن رآه على خير ورأى عليه مظهر الخير، يدعو له بالبركة ويطلب من الله عز وجل أن يرزقه مثله. نعم. أحسن الله إليكم. شيخ صالح، انتقل إلى سؤال من محمد ياسر من الدمام، يقول: نحن مجموعة من الزملاء وخرجنا إلى البر وجلسنا عند تجمع مياه، وكان الماء به خليط من الطين والأعشاب، فهل الوضوء من هذا الماء جائز؟ لا بأس به إذا كان تغيره بسبب المكان أو الشجر الذي فيه أو مر عليه أو الطين، فلا مانع أن يتوضأ الإنسان منه ولو تغير بسبب ذلك. نعم، لأن تغيره بشيء طاهر وبشيء يشق صون الماء عنه. نعم. ما الفرق بين الماء الطاهر والطهور؟ الطاهر هو الطاهر في نفسه الذي لا يطهر غيره، لا يجزي في الطهارة، وأما الطهور فهو الطاهر في نفسه
نفسها المطهر لغيره. نعم. وماء البحر؟ ماء البحر طهور، كما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر قال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. نعم. أحسن الله إليكم. أبو معاذ من القوعية يقول: ما حكم استقبال القبلة داخل المنازل أو في الصحراء عند قضاء الحاجة؟ في خلاف داخل البنيان، في خلاف، وإذا انصرف عن القبلة فهو أحسن وأحوط، وإلا المسألة فيها خلاف. من العلماء من يقول إنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها مطلقا لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك سواء في البنيان أو في الفضاء، ومن العلماء من يرى أنه لا مانع من ذلك في البنيان لوجود الحائل بينه وبين القبلة، وقد رؤي النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته وهو مستقبل الشام مستدبر كعبة. نعم. أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال من المستمع عبد الله من الرياض، يقول: أرى أحيانا بعض الناس من الحجاج والمعتمرين وهم في الحرم ينامون قبل الظهر والعصر مثلا، ثم يتم إيقاظهم للصلاة فيقومون للصلاة دون وضوء، وكذلك بعض النساء، فما حكم ذلك؟ الصحيح أن النوم المستغرق أنه ينقض الوضوء. في حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه: أمرنا ألا ننزع خفافنا إلا من بول أو غائط أو نوم، فذكر النوم مع البول والغائط، دل على أنه ناقض للوضوء. وفي الحديث الصحيح: العين وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ، لأن النائم لا يدري عن نفسه ولا يضبط نفسه، هو مظنة خروج الريح منه هو لا يدري. نعم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. جزا الله الشيخ خير الجزاء، ونفعنا جميعا بما سمعنا، وجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. في الختام هذه تحية من الزميل عثمان ابن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.